السلام عليكم، مساء الخير. كيف اخباركم؟ كيف احوالكم؟ طمنونا عليكم، ان شاء الله طيبين. ناسل في اللايف، السلام عليكم. ياسر احتياطي، السلام عليكم. قوات مسلحة، السلام عليكم. هيئة عمليات، السلام عليكم. شرطة عامة، مستنفرين، مقاومة شعبية، ولاة الولايات، السلام عليكم. قيادة عامة، خرطوم، بورسودان، السلام عليكم. بابنوسة، الفرقة السادسة، مشتركة، مورال، السلام عليكم. المناقل، السلام عليكم. سنار، السلام عليكم. كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. الخياري، السلام عليكم. شرقية، السلام عليكم. مدني، اهل الخير، السلام عليكم. هناك الشندي، السلام عليكم. الفرقة الثالثة، السلام عليكم. الف الخنادق، السلام عليكم. المهندسين، السلام عليكم. غسان عبد الماجد، السلام عليكم. تقبل الله شهداكم في معركة المهندسين امبارح. وي، السلام عليكم. كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين، كلكم ان شاء الله طيبين. كيف احوالكم في البيوت؟ السلام عليكم امهاتنا، ابائنا الكرام، اخواننا واخواتنا، بناتنا وبناتنا، اولادنا وبناتنا، السلام عليكم. كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. كيف اخباركم؟ خط الاعلام، السلام عليكم. ناس المويه وناس الكهرباء، الاطباء، السلام عليكم. في مدرمان وفي كل المواقع في مناطق المواجهه، السلام عليكم. كيف اخباركم؟ تقبل الله جهدكم وجهادكم، ونصرنا الله بصبركم وثباتكم يا رب العالمين، وصدق نواياكم، السلام عليكم. كيف اخباركم؟ الخط الاعلامي داعم للشعب السوداني والداعم للقوات المسلحه، ناشطين، السلام عليكم. كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. الناس اللي بتكتب حرف، الناس اللي بتغني كلمة، الناس اللي بتكتب شعر، سلام عليكم. كل الفنانين تحياتي، ان شاء الله انتم طيبين يا اخي. كيف اخباركم؟ طمنون عليكم. اهل التكايا، سلام عليكم. مبادرات، سلام عليكم. سهندة، كيف اخبارك؟ اميرة، ربنا يتقبل منك يا اخي. كرامة غسان، والشكري، ربنا يتقبل ان شاء الله. وصلت مناطق الشدة هناك، سلام عليكم. كوبري ود البشير ومبدات، سلام عليكم. المنصورة، دفاعات متقدمة، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. وفي كرري وصابرين، سلام عليكم. سيد الوالي ولاية الخرطوم، سلام عليكم. وكل التيم العامل، كيف اخباركم؟ مصعب في مكتب الوالي، ان شاء الله طيب. كيف احوالك؟ كيف اخباركم كلكم؟ وزير الصحة الاتحادي والولاية، سلام عليكم. السادة شركات الاتصال في ولاية الخرطوم، سلام عليكم. والسادة شركات التأمين الصحي، سلام عليكم. والزول صور لنا موقف الشهداء ام درمان الليلة بعد النظافة، السلام عليكم. مصطفى محمود والرفاق، السلام عليكم. كيف اخباركم؟ كلكم ان شاء الله طيبين. كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. الذاكرين والعابدين القائمين الداعين لله، نصرة القوات المسلحة والشعب السوداني، الناس اللي بتجيب بالليل بتصلي لنا، ربنا يتقبل منكم. والناس اللي في الحرم وفي المدينة، صلى الله عليه وسلم. تحياتي الى سيدي صاحب اللواء، النبي صلى الله عليه وسلم، قائد الغر المحجلين وإمام المجاهدين. كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. كيف أحوالكم؟ شوق شديد، أقسم بالله العظيم. الحاصل شنو؟ طمنونا عليكم يا أخي. بالله عاملين كيف يا أخي؟ كيف أنتو حجة هناك؟ سلام عليكم. كيف أحوالك؟ إن شاء الله طيبة. كيف بالله عليك؟ الله شهرية باللبن مبارح. آخر طراطيب. كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. وفي معركة الكرامة ما زلنا يعني نقاتل في الجبهات في الداخل والخارج، عدوا ظاهرا وعدوا مستتر. وأئمة المساجد وفي المنابر الليلة ادعوا لنا ودعوا القوات المسلحة، الماسكين عصاة النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا في المنبر وكلاشا، ربنا يتقبل منكم وربنا يتقبل من الشعب السوداني كله ان شاء الله. الناس اللي في مراكز اللجوء، والناس اللي في المهجر، الناس اللي نزلت عليهم المطر امطار خير وبركه باذن الله، وتغسل الهموم وتغسل الاحزان، وتكون دليل عافيه وبركه وبناء ان شاء الله. كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين كلكم يا اخي. طمنونا الشعب السوداني، ان شاء الله انت كويس. انا بخير والله العظيم، اقسم بالله العظيم، تاني احسن سودان على قيد الحياه، ولله الحمد والمنه، ما عندي اي حاجه. تطلبوا حاجه؟ دقيقه جاكساون جاكساون.
فلان الناس بيسألوا قال لك شيشتك فاتحة أسي زي المواعيد دي ولا بتقفل يوم الجمعة ليلة السبت؟ قالت لكم شيشتها فاتحة. اديني على الأقل 2 فخفخين أو 3 مشكل وهناك عنب. الدار جراك خالي قصدير منه، ارفع يدك يا زول الله يكون لكم. بسبب الحارب دي انحرفتوا. واحد قال لك الهموم يا اخي لازم نخفف الهموم يا صرفة، عشان كده والله اضطرينا نشرب الشيشة. الله يلاقيني. تقالها ريال مدريد اللاعب ولا شنو همومه؟ ما بتاع جيش بحارب يا زول، ده داير دعوات مصلاية شيشة شنو؟ قوم على حيلك يا زول. صلاتو كويسين يا اخي. هاتوا انا يعني والله زي قلبي خلاص. يعني المعركة دي أثبتت حاجة، إنه حضرتنا كلنا لو ما شاركنا فيها والله ما بننتظر. أنا قعدت حسبت الشغل ده يا إخوانا بالرياضيات، والله شغل ده ما بيتم، وحياة الله ما بتم إلا كلنا نخش الجولة دي. فهمت كيف؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم البصيرة وينورنا أجمعين. السيد البرهان كيف أخبارك؟ إن شاء الله طيب. عليك الله يا أخي، نزلي لسيادته حجر حجر وذهب ده يا اخي. حجر وذهب ونار ودوشكات ولا علو جوري يا سعادتك. يعني جاني خاطر قلت اشارك معك، وباعتبارك السيد الرئيس، سيد الرئيس ومن ينوب عنه في الحياة. هو احنا ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا القتال، حنشيل كلاش حنشيل الكلاش. فكرة انه احنا نقدم مسألة، احنا اللي بنعمل فيه توجيه الغضب في الاتجاه الصح، والحاجة دي ما فايتة علينا وما فايتة عليكم. ربنا ينور بصيرة الجميع. زمان بقول لكم دور قادة الثورات شنو؟ انه يوجهوا غضب الشعب تجاه السلطة ما تجاه الشعب. طيب الشعب حس غضبان، مسألة الميديا والإعلام المفصول والمعزول، العالم والحرية والتغيير وإعلام الدعم السريع شغال برا بيتكلم عن إنه والله البلد دي حرقوها الفلول وحرقوها الكيزان. في الواقع وفي السودان الكلام ده ما في زول قاعد يسمعه، والكلام ده ما في زول شاعر به أصلا. إحنا عارفين عدونا منه، عدونا 3: الدعم السريع الراس عديل تمرد ده وتشرد وتجرد وتعرد، وعدونا المتعاون، والمتعاون ده عنده فصل انا عامل له فصل براو. المتعاون اللي هو احنا واصفينه بالقحات الخاين، والقحاتي ما خان بعد 14/4 عشان انا اعاديه، القحاتي خان يوم 11/4/2019 يوم سرق الثورة حقتي دي، وما جاب لي حق شهيد ولا جاب لي حق أرملة ولا جاب لي حق يتيم ولا رجع لي حقوق الشعب ولا جاب لي حرية وعدالة ولا وضع اقتصادي. والعدو الثالث هو الضابط اللابس كاكي وخاين، وده الأألم، داك تمرد وده باع وده خان. الخائن إن الله لا يحب كل خوان كفور، ربنا سبحانه وتعالى صرح إنه خلق واحد من عباده صنفهم منافقين ظلم مؤمنين أولي ألباب. قال الخائن أنا ما بحبه، موضوعك انتهى، موضوعك ده انتهى، ربنا سبحانه وتعالى ما بحبك لا دنيا لا آخرة وحيعاقبك، موضوع ده انتهى. ده اللابس كاكي. إحنا عندنا 3، إحنا دورنا حسي نوجه غضب الشعب تجاه العدو. يا سيد البرهان اسمع الكلام ده كويس، الناس دي حشيل كلاش حشيل كلاش. اصغر زول في علوم السياسة بيقول لك البلد دي حتمشي رايحة حرب اهلية. عناصر الحرب الاهلية شنو متوفرة حسي؟ ايوة متوفرة. ليه ما حصلت؟
هنا في عناية إلهية، في وعي حصل مفاجئ، إنه الناس عرفت عدوها، حددته جاري ما عدوي، القبيلة الفلانية الأولاد في الدعم السريع ما أعدائي، زي ما القبيلة الفلانية الأولاد في القوات المسلحة ما أعدائي، زي ما القبائل الفلانية في الحركات المسلحة ما أعدائي، القبيلة ما عدو. أنا عندي خلاف مع زول اللابس كاكي، إحنا وصلنا للمرحلة دي من الوعي المفاجئ بفضل الله. المشكلة يا برهان إنه زول ده شايل كلاشه، شايل كلاشه. دورك الآن كقائد إنك أنت الآن مطالب تقود الثورة دي، تقود التغيير ده، تقود الغضب ده تجاه الزول العدو. لأنه لو مشيت بالمسار اللي أنت ماشي فيه ده، بعدين الناس هتشيل كلاشة، واحد من أعدائه هيكون الكاكي الأخضر. تغاضى الناس عن هفوات القوات المسلحة الخطيرة والكبيرة، الكان تمنى انسحابك من مدن وراح ضحاياها 7 مليون مواطن، وتكررت العملية. الناس ما وقفت للجيش ولا خونته غيري، انا ده شفت بركبك انت تاني، ما في زول بيعمل حاجة. والله زول طلع في لايف محتسب وصابر وثابت، قال 6 من اولاده استشهدوا قدامه، والله قال الجيش لو فضل فيه عسكري واحد احنا معه. بعد ده كله لم يتزحزح، ربنا سبحانه وتعالى اختبر بصائر وقلوب الناس اختبار حقيقي، بل جد جد ده البل ذاته، الناس صبرت. الحاجة دي لما تتمادى يا برهان بيكون عندها أثر، فهي بعد ذاك بتتحول للحاجات اللي انت احنا ما دارينها، واللي بسببها احنا ضحينا وصبرنا. زول بيطلع حاسس يكون في اللايف بيعلق لك، بيكون ابوه اسير وبكون ابوه شهيد، وحصلت في الحاج يوسف، وحنطرحها ان شاء الله على سيد العميد وولده، اغتالوه زول صبر لحد 17 شهر قاعد، قال من بيته ما طالع، ما طالع لانه راجل، وما طالع لانه هو لابس كاكي، وما طالع لانه بيحمي اعراضه واعراض جاره مع ولده. استشهد في بيته حسي بعد 17 شهر من المعركة. الجيش جايب له خبر؟ لا لا ما جايب له خبر، الجيش عارف الجيش ما عارف، لكن هو عنده ضمير. ما في زول عارفه لابس كاكي، ممكن يلبس جلابيته ويطلع، لا هو لبس الكاكي عنده ضمير، بيقول له انت لبست الكاكي سبت، زي ما سبت زمكان بتاع التصنيع الحربي كان براو قاعد في جنوب الخرطوم، زول فريق قاعد بقاتل مش زي الفرق اللي قاعدين في دبي واللي قاعدين في مصر، وبيتكلم عن انه ده تصنيع حربي وبنجيب سلاحه، ولما نهبش الواحد فيه ننزل له تهنئه لروحه في جريده صفحه كامله. لا لا لا، احنا عندنا نموذج في القوات المسلحه، ونموذج شعبي، ونموذج يتبنى عليه اساس وطني. نعم، دورك حسي يا برهان انك تقود الحاجه دي. لما نقول لك اعلن الاستنفار، والله يا برهان ما لانه يعني بغض النظر عن اي حاجه، انا والله بقول الحاجه والناس ممكن ما بتلغي لها بال، ويجي بعدين يقول لك بيطبل ليه والقرار لازم يكون عنده. ابدا، اول حاجه اطفاء صفه الشرعيه للحاجه اللي بنعملها. احنا والله يا برهان احنا ما الطرف المجرم في المعركه دي، احنا من حقنا تعلل لنا الدوله انه احنا نتعبى وتعبئه عامه ونشيل سلاحنا ونقاتل تحت مظله الدوله. احنا ما مجرمين. المتهم في اشعال الحرب قالوا الكيزان نظام سياسي، وقالوا الدعم السريع قوه مسلحه، وقالوا الجيش مؤسسه. انا المواطن ليه ما اشيل سلاح؟ ليه ما احمي روحي؟ ليه حسينا بيتصارع فيني الاطراف كلها؟ واحد يقول لي انت جعان، واحد يقول لي تستنفر، واحد يقول لي انت ارهابي، واحد يقول لي ما طلعت ليه ما سلمت؟ نسلم منه يعني؟ احنا عندنا شنو غالي يسلمه فيما يتقاتل الطرفان؟ يعني ما في اعراضنا دي نسلمها لهم يعني بالسهوله دي؟ واحنا لو ما سلمنا معناه بنستجيب لاصوات الدعيل للحرب، كلنا بندعو للسلام، عاينوا ديل دعاة الحرب وابواق الحرب. ليه يا برهان؟ قود الغضب ده وجهه في اتجاهه الصحيح. الفرص قاعد تضيق عليك بالمناسبه، اللي بتخليكم تفكروا في الافكار دي هي معناها فرصكم ضايقه وحيلكم عجزت، وربنا سبحانه وتعالى طمنا، قال الشيطان
قايد المعركة دي كيده ضعيف والله، كل الحاجات اللي بيفكر فيها مكشوفة، ما داير أي حاجة، تطلع بإيمان وثبات نص ساعة بتكشفه واحد اتنين تلاتة والناس بتعرف تعمل الصح. أهمية إنه يكون في قائد، إحنا اتكلمنا قبل كده يا برهان، أنت تحولت من موظف رئيس مجلس سيادة ومجاهد ومقاتل قائد الجيش لرمز شعبي تعبوي، لرمز اجتماعي. الحاجة دي جاتك في حتتك، وهم الناس بيصارعوا في السلطة وانت جاتك طائعة. انا فاهم انه في اجندة غالب عليك، وفاهم في انه املاءات الناس ما فاهمة شكل الضغوطات بيكون شكلها شنو. تعال اديك مثال واحد على الضغوطات. السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. سيدي ياسر عطا الرجل الثالث في القوات المسلحة عمل لقاء في تلفزيون السودان، اول حاجة اختياره للغنم مشكور عليه، دعمه للإعلام الوطني مشكور عليه، وتسريب من الكلام الطلع انه احنا والله وصلتنا عدة، والعدة هتغير شكل المعركة. الحاجة دي طبعا فيها رسالة للنفرين، لينا احنا وللدعامة. فياسر عاطب طمنا احنا كشعب سوداني، وبيكلم الدعامة بيقول لهم جبنا سلاح جديد امشوا اشتروا مضاد. هو طبعا ما قصده الحاجة دي، ولكن لخطورة الكلام اللي قاله، احنا عندنا في الجيش قاعدة اسمها البيان بالعمل. اشتريت عدة وريني لها في الميدان، تاخ تاخ تاخ، واولادنا في مدرمان وبناتنا في مدرمان قاعدين، الليلة يجي يقول لك والله طوالي الليلة اسمع دخلت عدة جديدة، شفتوا الضوء بتاعها كيف، شفتوا الهزة حقتها، ده صاروخ طالع ده ما صاروخ راجع. الناس عارفة نوع الذخيرة، عارفين انها سلاح جديد بضوي، عارفين انه المدى بتاعه، عارفين انه نوع السلاح، الناس بقت عارفاها من الصوت. فالعسكرية يا سرعاتها بتقول البيان بالعمل، اذا انت جبتها فبتعملها. احنا يا ياسر 17 شهر ما دار نسمع انه احنا صنعنا تحالفات جديدة وصنعنا علاقات جديدة، والعلاقات دي هتجيب لنا عدة. يبقى السؤال هنا، كان عندنا عدة في الايام الفاتت الجاية، في زول ما عارف الموضوع ده، الأخر العمليات العسكرية إنه عندنا عدة نوعية استلمتها دولة شقيقة وجارة بيننا وبين البحر الأحمر. الدولة دي إحنا قاعدين نسميها مريخامة عشان تفادي لجاليتنا اللي قاعدة هناك، سجنوا منها أولادنا كانوا في ترباز قبل أيام، ما بنقدر نقول عديل، لكن كل المظام بتاعتكم هتمشي للسعودية والملك سلمان ومحمد بن سلمان، وأنا بقول لكم غلط. ظنونكم ما هي السعودية ولا هي وزير خارجيتها أو مبعوثة، ولا هي الدولة اللي مسكت الباخرة لحد ما جه المبعوث الروسي بعد ساعتين فكوها، وفي واحدة تانية استلموها ورجعوها. فلما نطلع مسؤول في الدولة والإعلام يكلمنا إنه في دول بتمسك سلاحنا، طيب السلاح ده إحنا مشترينه من وين يا برهان؟ إحنا مشترينه يا إخواننا من روسيا، بعد اتفاقية أعلن السيد ياسر عطا نفسه قبل شهرين، وسافر فيها الرجل الثاني في الدولة وقعد مع بوتين ومضاها وجبنا سلاح، والسلاح متحرك كده. قامت دولتين كلكم ظنكم حيمشي للإمارات ومحمد بن زايد وبيقروشه، وبرضه هقول لكم ظنكم ما صح، لكن انتوا ظنونكم يعني صرفة ما عنده علاقة بأفكاركم. يعني أنا دارس أسأل ياسر عطا والبرهان ومفضل والخارجية، لو أنا جايب سلاح من روسيا وجايبه بباخرة الروسية وخدت العلم الروسي، سعود ذاته، ما محمد بن سلمان، لا لا، سعود ذاته اللي بيلبس العقالة بان أربع طوابق ده بيقدر يوقفها؟ أنا بسألك يا برهان، ما إحنا لما نجي في دورنا بيجي بيقولوا لنا في ضغوط على البرهان تمارس، صحيح، وضغوط دولية أقطاب الأرض الأمريكا وروسيا، صحيح، وإحنا في النص معجن، صحيح، والبرهان ده يتعرض لمتهديد، وأنا معاك. أنا اشتريت السلاح ده من روسيا والما سامع يسمع، والما سامع يسمع، مركب السلاح ده في باخرة والباخرة دي فيها علم روسي، سعود ذاته بيقدر يوقفها؟
ادينا دليل. ما هو احنا قبل ايام استقبلنا ناقلة روسية وقفت عندنا في البحر الاحمر ده يا برهان. انا مشيت راجعت الخريطة، قاعد ما عندي شغلة عشان بس ما اضيق عليكم الوسيعة وادخلكم في مدرسة انتم ما قدرها. انا ما حقيس ليك المسافة من خليج عدن لحد جدة، والمسافة من خليج عدن لحد بورسودان. الباخرة بتيجي من روسيا، بتيجي لافة اللفة دي داخل البحر الاحمر من عدن، تمام؟ لما تيجي داخل الحتة دي، لما تقيس المسافة من عدن لحد جدة وتقيس المسافة من عدن لحد بورسودان، بتلقى بتاعت بورسودان اقرب. الباخرة دي وداها جدة شنو؟ انا بقول الناس طبعا افتكرت ان انا بتكلم عن السعودية، بقول مثلا يعني، انا بقول مثلا وداها السعودية شنو؟ باخرة جاية شايلة سلاح من روسيا، مركب علم روسي وعلم سوداني، اللي بيوديها جدة شنو؟ عندك شنو في جدة؟ تزود بالوقود، تزود بيات وقود. باخرة شايلة سلاح، ما تأجر الباخرة كلها. وين بتاعين المراكب بتاعين البحر ديل؟ الناس اللي تبدأ اسمائهم بالباءات ديلك، با بتاع وبا بتاع، باءات ديل، ما تجيبوا لنا باخرة. امشي انا اسي لو دارت اتعامل مع روسيا يا برهان، بعمل شنو؟ اول حاجة بشتري الباخرة حقتهم، بأجرها إيجار طويل المدى، بأجرها. وحسي لما نجي الواد ده أبي أحمد يركب طيارة يجي أفريقيا، بيجي راكب طيارة بيضة ليه؟ ما فيها علامة، عشان يطلع صلاح مناع يقول لك حقت بدر. بدر بتاع فنيلتك دي، طيارة بتاع CIA يا حبيبنا. انت ما بتقدر تضرب كل الكوكب عارفة حقت أبي أحمد، تجي قاطعة كده ما في زول بيقدر يهبشها، لان انت بتشوف في الرادار حقتك الطيارة دي مسجلة وين؟ مسجلة عند CIA، مسجلة عند الامريكان، بتقدر تهبشها؟ بتقدر تهبشها انت؟ اشتري منه هنا الباخرة ذاتها، جيب الباخرة دي خدتها، بعدين اشحن فيها سلاحك واشحن فيها حاجاتك، خلي تاني سعود نفسه يقوم من قبره ده يهبش. قل لي يا برهان ليه احنا بتخطونا في الحتة الضيقة دي؟ طواقم التفكير، كل مرة عندنا طيارة عابرة جاية بالإمارات ثبتوها في ميناء علي، عندنا باخرة جاية ثبتوها في الجنوب. ما تقول للروسي ده تسليم موقع، بتعرفوا الحاجة اسمها تسليم موقع يا اخوانا ولا ما بتعرفوها؟ انا بستلم منك سلاحك ده في بورسودان، بتملك باقي الكوميشن حقك، بتملك باقي القروش حقتك، تسلمني لها في بورسودان. هسه دي ما جات ناقلة ايرانية وقفت قبل 4 يوم، العالم كله وقف، الخارجية طلعت بيان، السعودية ما ثبتتها. ما باخرة نووية شايلة سلاح وعلم إيراني، مالو محمد بن سلمان ما ثبتها؟ مالو السيسي في قناة السويس ما ثبتها؟ مالو؟ مالو هناك الأردنيين في المضيق ما ثبتوها؟ مالو؟ مالو في تيران وصنافير اليهود مالو ما ثبتوها؟ مالكم ما هبشتوها؟ لكن باخرتني احنا جايب سلاح، اللي بتأخر العملية العسكرية بيطلع ياسر بعد 17 شهر بيطمني، بيقول لي انا جايب عدة جديدة. كلم الدعامي قول لي والله العدة الجديدة جاية، العدة الجديدة جاية وصلت، احنا بنشوفها بيان بالعمل في الميدان، ما بنشوفها تصريحات في التلفزيون. وكمان قال لنا حوريه كلها بعد بكرة يوم السبت، يعني لما عمل البرنامج حقه يوم الخميس قال لنا حوريه كلها، ده البرومو بتاع البرنامج، قال لنا حوريه كلها يوم السبت. كلم كل المخابرات كل العالم، تعالوا اقعدوا عشان نعرف السلاح ده جاي من وين ونجيب مضاده. وقالك ده نموذج بسيط لانه في مشاكل عندها حلول، لولا انه في تواطؤ، لولا انه في تواطؤ. شوف يا برهان، انا اللي بيحصل ده كله فيلم خاشيو سنة 66 زمن السيما ابيض واسود، الكلام اللي بتعملوا فيه ده كله مكشوف وواضح، يعني
ما تجتهدوا، بتعمل فوق ده كله الشيطان بيكرر نفسه، ما في حاجة جديدة، ما في دهشة في الموضوع، ما في دهشة. لو زول قعد سأل نفسه، دولة الكيان الصابوني بتستخدم أقوى ترسانة في الكوكب لناس قاعدين في مساحة، مواطنين عزل في مساحة 2 كيلو و700 متر، لماذا؟ قال عشان نضرب المجاهدين، ناس القسام وغيرهم. كلام صحيح، كلام صحيح. الفكرة انه افور الشعب الفلسطيني على المقاومة، ده كل الموضوع بسببكم. عشان كده طلعوا علماء، السلطان بيقول والله يا اخي ده ما جهاد، والمجموعة اللي بتدافع عن الاقصى دي جابوا البلا والموت للشعب الفلسطيني، ليه يمشي يحاربون؟ ليه نطوا لهم يوم 7 اكتوبر؟ ده اللي بيحصل الان من القوات المسلحة، نفس التكتيك. بنسحب من سنجة، مواطن سنجة هيقبل على منه؟ هينبذ الدعامي؟ ابدا، هينبذ الزول المفروض يحميه. احنا هسه احنا ما بي هسه انا ما قاعد اتكلم عن الدعم السريع، ماله وماله، انا بتكلم عن الزول المفروض يحميني. وبعدين في خط تمرد في القوات المسلحة، وخط تمرد في الشعب السوداني، بقينا كارهين الجيش، الجيش بينسحب. طيب الحل شنو يا اخواننا؟ قال لنا نمشي مفاوضات جنيفا. المتواطئ الدعم السريع والحريه والتغيير؟ لا، المتواطئ الزول المفروض يحرسني، انا ما مفروض امشي جنيفا. لكن ده بيقول لي يا اخي انا بنسحب لك، وما بيشرح لي، وما بيلف وبيجي راجع، وما بيعمل تحقيق. انا كمواطن اعزل مفروض اقول شنو؟ اقول لك جيش امشي اقعد انت وكنت ما قادر تحرسه. هالشيطان بيكرر نفسه، موضوع مكشوف وواضح، ما عنده اي درس. يعني الموضوع ده بسيط وواضح، ما تيجي تقول لي استراتيجيتي في التخطيط واستراتيجي. ربنا سبحانه وتعالى اخواننا نزل لنا المطر، الله نزل المطر، جميل، ده المطر نزل. يا هي ده سنجا محاصرة، الدندر محاصر، جبل مويه محاصر. المفروض انا كقائد عسكري اعمل شنو؟ اركب الزلط ده بس، ها اركب الزلط. حديد لاقى حديد، بكرة الصباح تعليماتي واضحة، أنا لو قايد تعليماتي واضحة، بكرة الصباح أركب الزلط، الطيران يحرس لي الحتات الجانبية، أنا والدعم السريع ده نتلاقى في الزلط. بل بل يا صاحبي، مش جبل موية ده، الخريف ده في مصلحتي أنا، الخريف قطع إمداد الدعم السريع اللي بيجي من خارج السودان، لكن بطريقة ما. في زول عامل هدنة طبعا، كل العمليات العسكرية الآن واقفة. هسي قبل شوية اتحركوا ناس المناقل يا صرفي، جبتوا الكلام ده من وين؟ من محمد خليفة. وبتين بقيتوا تسمعوا كلام محمد خليفة في الجيش؟ لأنه حسي شعبي فاير، الناس فايرة، أديهن الجرعة بدي كلها محمد خليفة، ما بدي كلها أنا. أنا حسي قبل اللايف أطلع ب 13 دقيقة 14 دقيقة خليفة دنقر منزل إنه الجيش بتاعنا في محاور المناقل اتحرك وتقدمات كبيرة، وكله خرابيط ساي طبعا. النتيجة بكرة الصباح هينسحبوا ويجوا راجعين تاني للفاو، ما زي معروفة يعني، ما داري زر زعصر. وصلت الجبل موية؟ لا. وصلت المدني؟ لا. وصلت السوكي؟ لا. وصلت السنار؟ لا. خلاص يبقى هو ده، دي جرعات ساي، عشان احنا فايرين والشعب فاير. يلا نصر من الله وفتح قريب، والله جغمنا لك الغايد. لا خرابيط، ما بمشي في هو المسار ده انا، انا ما ماشي معاك بالكلام ده. انا عارف ان الجيش فيه قاعده اسمها بيان بالعمل، بيان بالعمل في جزيره شنو العاصمه مدني، استلمتها؟ لسه. انت ما قادر تستلمها وخايف تستلمها تحميها، انت المسؤوليه الحمايه دي ما دايره، انت مسؤوليه الحمايه ما دايره. انا شفت الكونفوي بتاع كيك المرتين في مدني، الناس اللي حشدوه الليو تاني مره، والمره الاولى جا داخل معاه عربيه تاتشر مقطوعه ما فيها دوش كذاته، والكروزر اللي راكبه، والجماعه اللي ماشيين لهم ده بياخدوا معاي 10 دقائق، 10 دقائق في مدني بياخدوها معاي. لكن في زول عامل هدنه مضيع علي فرصه انه انا استفيد من الخريف وقطع الامداد والفزع حق الدعامه، واحاصرهم في مناطق انا كنت اصلا مسيطر عليها، مناطق سيطرتي اللي هي دفاعاتي سنار وسنجو والسوكي والدندر والقضارف والفاو، وانا اقدر اتحرك منها، هما ما بيقدر يتحرك.
لكن في زول شابكني لك هدنه وقف اطلاق نار عنده 14 يوم، ما 14 يوم، عنده 12 13 يوم 11 يوم حس، خلاص بقى عندي 11 يوم، ده صابعين على يوم 3 خلاص عندي 11 يوم انا. لكن في زول مثبتني، الزول ده طبعا الدعم السريع ابدا، الزول ده هو امريكا ابدا، الزول ده هو لابس كاكي اخضر، هو القائد المتحرك، هو الهيئة الاركان، هو البرهان، هو ياسر عطا، اللي بيعمل في الحاجه دي لابس كاكي اخضر، الناس تكون فاهمه اول حاجه، لانه احنا عارفين الظروف دي معركه شغاله. الشيل بقى مرتب الان وعند العساكر قاعده راسخه يا برهان، انه الدعم السريع لما ننجز مهمه كبيره زي اسقاط سنجه بياخد راحه، اللي بيديه الراحه دي منه قاده القوات المسلحه. انا قبل كده قلت الكلام ده، قلت قائد الدعم السريع في المنطقه الشرقيه دي والغربيه وسط السودان هو الدكتور اللواء الربيع، لكن حس الموضوع ده خلاص بقى واضح. دخلوا سنجا استلموا الدندر، عملنا لهم مناوشة، بعدين طلعنا قلنا للدعامة سيد القائد العام بتاعهم اللي أنا ما أعرفه منه، سيد القائد العام بتاعهم قال لهم أخواننا والله أنجزتوا شغل كبير، يلا بعد ده شيلوا المنهوبات حقتكم اتحركوا، أخذوا راحتكم، إحنا داخلين مرحلة السكون اسمها مرحلة الانسحاب، بعديها بتيجي مرحلة الإسقاط، بعديها بتيجي مرحلة السكون. الانسحاب دي القوة القاعدة قائدة هو بيسحب القوة ولا يعرض لمحاسبة أو مساءلة، بتيجي بعديها مرحلة الإسقاط تسليم المواطنين والأعراض والبنات لمنه للدعامة عشان يعملوا باشنه كارت ضغط على الشعب، والشعب يقوم يضغط على الجيش يقول له أمشي فاوض، ما يقول للجيش أمشي حرر. ما هو أنا اللي بعمل فيه أنا التقالي شنو؟ موضوعي بسيط، انا بقول للجيش لا امشي حرر، امشي قوم بدورك بس. لكن بتيجي جهات تانية، خليفة دنقر يقول لك كلامي مطابق للانصرافي، ما هو حسي قال لكم يا جيش وروا الناس امرقوا، انت بتقول لهم كده عشان الجيش يمشي جنيفا، وانا بقول نفس الكلام لنبيل وللبرهان ولربيع وللجيش وللبيب، امشي قاتلوا، انت بتقول لهم امشوا فاوضوا، انا بقول لهم امشوا قاتلوا. وقع وعندنا حجة في الموضوع ده وتجربة، انت بتتزاوغ منها، لكن كغحات الدعام الجزمة بتتزاوغ منها. فمرحلة السكون الآن اللي احنا فيها بعد سقوط أو تسليم سنجا، ونسميها تسليم الدندر، وفتح الطرق لحد السوكي وتسليم السوكي تسليم مفتاح، بعديها جات مرحلة السكون. الدعام الآن يعالج في مرضاهم ومصابينهم، كل التقريرات اللي بترفعوها انتوا، الله اكبر ونصر من الله وفتح قريب، قج الان راقد في المستشفى، دي اسمها مرحله السكون، انت قاعد تقول فيها بالمناسبه. قج قاعد وين؟ والله قاعد في مستشفى ما اعرف الكاملين، والكيك وين؟ كيك اللي قالوا مضروب في كراعه، وقاعد وين؟ قاعد في مستوصف في مدن، دي اسمها مرحله السكون. فسيد القائد العام بتاعهم اللي انا ما عارفه منه، ما عارف اسمه منه، فبيقول لهم بيقول لهم يلا بعد امشوا ارتاحوا، امشوا رطبوا، عالجوا مرضاكم، شوفوا الغادة حقينكم دارين تعزوا، امشوا عرسوا، قسموا القروش. اهو بعدين بتظهر فيديوهات وصور في الميديا، عرس الدعامة وما عارف قبضنا دعامية متحننة والقصص الفارغة ديك، فهمت بالجنبة دي بتظهر في مرحلة السكون اللي هو سيد القائد العام بديها ليهم مكافأة خدمة بعد إنجاز مهمة، أنجز مهمة حلو. اللي بيحصل الآن أنا دايركم تستعيدوا الفلاش باك بداية الحرب، ولما نحن كنا بنتكلم عن بداية الحرب في موضوع كنت بتكلم فيه مهم جدا في 2019 وماسك فيه، والناس اللي قاعدين معاي بيسمعوني يشهدوا لي، داركم تشهدوا للموضوع ده، دارين مراجعات مع الله يوم القيامة إن شاء الله، دارين شهادتكم. كنت بتكلم عن مواقع سيطرة وانتشار الدعم السريع. الحرية والتغيير وحمدوك أدوا الدعامة حاجتين بموافقة وإشراف قادة القوات المسلحة،
ادوهم مواقع حياة العمليات. لما جيت اتكلمت بالخريطة عن مواقع حياة العمليات وتوزيعه وانتشاره، اي موقع معمول من حياة العمليات مركز ومعسكر بيبعد من الحتة الاستراتيجية من 5 ل 15 دقيقة. يعني موقع الهيئة بتاع العمليات في الرياض بيبعد من المطار قطع الزلط، وبيبعد من القصر الجمهوري بالتاتشر 3 دقائق، وبيبعد من مباني الهيئة ووزارة الدفاع دقيقتين. فهمت؟ الموقع بتاع المعاقيل، الموقع بتاع طيبة، الموقع بيبعد من السد كده، في الولايات موزعة كده. الحرية والتغيير أدت الدعامة حاجة تانية مهمة جدا، أدت مواقع ومراكز المؤتمر الوطني. دي كنت أنا بتكلم عنها طوالي، هم بيجوا قاعدين في نص بيوتنا. يقول لك الدعامة حارسين مواقع المؤتمر الوطني من 2019، بيخزنوا فيها السلاح، بيخزنوا فيها القناصات، بيخزنوا فيها الذخيرة. دي المراكز والمواقع بتاعت المؤتمر الوطني. ما مفروض الدعم السريع يستغلها؟ قلنا احنا اعملوها مراكز صحية، افتحوها ما تخلوها مقفلة. من 2019 انا بتكلم. فيجي واحد قحات هسه يقول لك الانصراف يدعو للحرب، لا انت كنت مشارك فيها. لما استلموا المواقع دي والمراكز، لما جاءت الحرب هم كانوا في مواقع سيطرة. بعدين انا بحب المك عجيب الهادي، لانه المك عجيب الهادي في نقطة استلمها ومسك فيها كويس، اللي هي مراكز التدريب والمعسكرات القاعدة في مناطق الجموعية في جبل اولية، وهو قال له نطلع منها ان شاء الله نعمل مستشفيات ولادة، لانه انا كنت بتكلم عن خطورتها. فهم كانوا محاصرين العاصمة، مدخل بيجاي الخرطوم بيجي السوبة وبيجاي ببحري وبيجاي بطيبة. طيب بتقول في الكلام ده ليش مين انت؟ انا بقول في الكلام ده الخطة دي ذاتها هي ذاتها اتعملت حس معمولة في بعض الولايات، لكن الدعامة ما قاعدين في مراكز الدعم السريع، صح؟ ما بيحتاجوا له، ولا أقسام الشرطة مثلا شندي. خطة خطة إصغاط شندي، خطة إصغاط القضارف. خطة شندي أنا أعمل نفس الحاجة دي بس ما داير المواقع. وقع عليك؟ لما الدعم السريع محتلي مباني الهيئة في الرياض كان قاعد في الموقع وخدت دعامة جوه. لما كان محتلي مقر المؤتمر الوطني في المطار اللي هو حس بقى أكبر معتقل، والجيش ما بيسمع كلامي والناس ما بيسمعوا كلامي، مركز المؤتمر الوطني ده لأنه طريقة بناه وإعداده كانت خطيرة جدا، فيه طوابق تحت ومحصن ما بتوصل دانا ولا غيره. أول حتة بكون كنت بقول للجيش شيلة أقلبها مستشفى، أقلبها أي جن. في درجات ال 35 اللي كنا بنتكلم عن الدرجات ال 35، تكلمنا عن عروة، وتكلمنا عن الترابي، وتكلمنا عن المؤتمر الوطني، وتكلمنا عن الحركة الإسلامية، كنا ماشيين في درجات 35 خطوة. لما وصلنا الوعي بتاعنا ال 35 زي ما قلت لكم الماسونية فيها درجات ال 35، فإحنا حنفوت لحد ال 45. لما وصلنا خلاص مرحلة الحرب وغزوة الدعم السريع، الناس وصلت وعيها ده، الحرب قامت خلاص يعني، وكنا المفروض نكون مسلحين بوعينا، ولكن قدر الله يعني، ومسؤولية وتكليف زيادة يعني. الليلة في شندي خطة الإسقاط ما محتاجة، ما محتاجة شنو؟ المواقع. محتاج الناس والعددية. في نفس الطريقة اللي أسقطوا بها الخرطوم هي الآن تطبق في شندي من الداخل. امبارح سلموا 50 عربية، والتخطيط بتاع التسليم ده كان له كم؟ 6 شهور. إنجاز للهيئة العمليات وإنجاز للمخابرات. أنا في الميدان استفدت شنو من ال50 عربية دي اختفت من المواقع؟ تفضل. في رائد سلم وقعد مع ياسر عطا عشان يسكتوك انت ويسكتوني،
جابوا الرائد ده اتصور مع ياسرعاته، قوته دي استلمت الهيئة، استلمت الفرقة الثالثة، خدتهم في الدامر، خدتهم في شندي. انا ما فارق معي، انا بسألك، المواقع اللي كانت ماسكاها 50 تاتشر دي، اسي هم طلعوا منها، اتساديها منو يا جيش؟ سادية الدعم السريع يبقى ما في فايدة، شال من البحر خط في البحر يعني. واحد، العدد لما تيجي تقول لي الدعم السريع افرج من سوبا عن 500 اسير، قبل شهر ركبنا البصاد باشراف قادة الطرق الصوفية، وانا بعاين طبعا، اصلا ما اتكلمت. ال500 دول ساقون دز ودون الشمالية ودوهن شندي، يبقى عندك 500 طالعين من الدعم السريع. البضمن ليش شنو؟ انه ديل الناس ديل ما حصل ليهم دعمنا، عملية الدعمنا اللي هي انك تبقى دعامي لتحت ظروف وضغوط، او انك يكون عندك ولاء دعمي يعني. ما هو هسه انا قاعد اشوف في مكتب البرهان وفي هيئة الارقام في ناس دعام عديل، طابور بضمن ليش شنو ال500 ديل انهم ما تحولوا وبقوا دعامة، وانا نشرتهم في دخلتهم مسكوا حتة يعني. مثلا القوة اللي كانت قاعدة في هيئة العمليات الرياض ما بتتعدى لها 150 دعامي، وعندهم مثلا 50 تاتشر. انا حسي محتاج مثلا في المنطقة العسكرية شندي محتاج 150 دعامي، دخلت 500. الجيش المفروض يتصرف معاهم كيف عشان يخرس الاصوات دي يا مجاهد؟ مجاهد باسان، الجيش المفروض يعمل شنو؟ يجري معاهم تحقيقات ويكونوا قاعدين في موقع قاعدين. انا بتحداك يا مجاهد باسان حاجتين، الاولى تجيب لي التحقيق مع ال500 نفر تدخلوهم شندي والشماليه ديل، والثانيه تجيبوا لي قاعدين في موقع او معسكر امشي اتاكد منها. هتتفاجئ انهم ما قاعدين، قالوا لهم امشي بيوتكم. قالوا لهم امشي بيوتكم. تجي بعديها قوة تانية تسلم وتحصل كارثة، والناس والإعلام يتكلم إلى درجة إن السنيور صرفة يفتح الموضوع، صرفة يتكلم يقول الفرقة الثالثة فيها 1700 سجين وفيها 1700 متعاون وفيها ما عارفه، وتاني يوم ترد علينا الفرقة ويطلعون ببساطة ودون الدامر ويجيبون سركراب ويودوهن وين ما عارف وبتاع. طيب ليه اصلا انت تعمل العملية دي؟ ليه انت كل مرة تعمل لي تشكيك فيك؟ الموضوع بتاع التشكيك ده يا برهان، موضوع التشكيك ده يا جيش، انت قالوا هزار، انت قالوا انه دي طريقة واحدة من طرق الشيطان للسيطرة. هو بيديك الفكرة والفكرة ناجحة. المزلة بتاعت الصدمة والترويع خطة شيطانية راس عديل، كتب الشيطان ذاته الخط الصدمة والترويع دي. لكن الشيطان عنده حاجة بيعملها، بديك الدارو لما يجي في الحتة الأخيرة بقوم بيقول لك أنا ما بعرفك، والقرآن ورانا ليها، القرآن ورانا ليها. فيجي في حتة أخيرة كده بيقول لك أنا ما بعرفك. أنت يا برهان مهما طلت ولا نزلت لن تصل مكانة النميري عند الأمريكان، مستحيل لن تصل مكانة النميري عند الروس، مستحيل. طيارة بتاعت نميري جاية من أمريكا، وهو وقع معاهم ومضى وظبط لهم أمورهم وقال لهم شفرون وقال لهم السبعة وزمتها. قالوا للطيارة بتاعته لما قالوا هنا للجيش أعمل على وقالوا لنزع عمر الدقير أطلعوا من جامعة عمر الدقير، هو القادة العملية بتاعت 85 عشان ما تقول لي ثورة نظيفة. بالمناسبة عمر الدقير انت قال وضعه السياسي حسي وبيقدسوه الناس ليه؟ ما 85 دي عمر الدقيرة بتف القميص الابيض ده والبنطلون الرمادي وشايلينه في الاكتاف، ده عمر الدقيرة طلع من جامعة الخرطوم النميري الوقت ده كان في امريكا. في ثواني كده الجيش استلم طوالي، سلم لمنه لسوار الذهب. النميري كان جاي بطيارته الخاصة جاي من امريكا، ما ممكن يتوقع انه تحصل له الغدرة دي لانه جاي من امريكا، اتفق مع الامريكان ظبط الامور، ما ممكن يغدروا بيه. ما في جيش في العالم بيتحرك الا بتعليمات امريكا، نكون واضحين يعني.
عارف لما جات في طيارته في مصر قالوا للطيار نزل الطيارة دي، نزلها جني ميري للطيار، خد 3 طبنجة في راسه، قال لي رجعها خرطوم انا بستعدل الانقلاب. قال لي يا اخي اسمع خلاص قضي الامر. الناس اللي ما عارفة ان ميري قدرته على استعادة الانقلاب كان مسجون في بيت الضيافة بجلابية تلب الحيطة، ساد دبابة رجع الانقلاب واعدم اللي قلبه، ده قدرته، عنده القدرة دي. انت ما بتصل المرحلة دي، شفت مهما تطيعن وتعمل لنا السبعة وزمتها لا يمكن انت تصل مرحلة الغزافي. الغزافي قتلوه في ماسورة، انت لا يمكن تصل مرحلة صدام. صدام اللي بيقود الثورة والتغيير والمعركة والامريكان والما امريكان، صدام لما عمل انقلاب وطلع من داخل السفارة الامريكية بالمناسبة عشان حزب البعث ما يقعد يتجدع فينا. امشي اقرا تاريخ الامريكان والمخابرات الامريكيه، انتوا مشكلتكم بتعرفوا المعلومه من قناه الجزيره والبي بي سي، الواحد يقول لك انا مثقف، انا قبل كده اديتك ادوات المعرفه. لما تيجي تعرف معلومه وتعرف الكوكب ده بدور كيف، امشوا فتشوا الكتب اللي بيكتبوها مدراء المخابرات. صدام حسين ده لما طلع عمل الانقلاب على بكر بتاعه ده، الزول ده كان طلع من داخل السفارة الأمريكية، ولما انقتلوا المجموعة المعاو في عملية التخريب الأولى مش احتمى بالسفارة الأمريكية صدام حسين ده ذاته، انت ما عز عليهم منه، دفنوه وقبضوه في حفرة وعدموه. العمل كده منه أمريكا أبدا، ده الشيطان بيتم بيك شغل في الأخير بعدين بينكرك يا صدام يا 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 برهان، بيتم بيك شغل بعدين بينكرك. الناس الحس بتوالي دي وبتفتكر انها والله يا اخي تسيطر على الشعب السوداني ونطبق فيه نظرية الصدمة والترويع، ما في زول ما شايف دي صدمة وترويع. بعد 17 شهر بيطلعوا لنا قادة الجيش بيطمنونا بيقولوا لنا جبنا لكم عدة جديدة، اوه عرسوكم ولا شنو؟ عرسوكم يعني جايبين العده الجديده، خدتها لك في الفترينه يعني مثلا، ولا نعمل شنو يعني العده الجديده؟ ما العده الجديده ادوها للناس يضربوا بها الكوبري بتاع الدندر، يضربوا بها الكوبري بتاع مدني، يضربوا بها الكوبري بتاع خلاص. وانت العده الجديده يا ياسر داير بها شنو؟ تضرب بها كباري. هاد دعم السريع ما قصر معك، ضرب لك الكوبري بتاع الحتانه ده، امشي اقطع الكوبري بالمسار التاني امشي بحري. يعني الدعم السريع اللي يجي يسوقكم بعد ده يوديكم بحري، والله والله ولا الروس دي اللي يجي يسوقوكم عديل من كرري يودوكم بحري، تاني ما في حاجه زول يقدر يعملها ليكم، ما في ما في الا انت ما قادر تعمل، ما في. اكتملت العمليات العسكريه لتحرير الخرطوم واجتياح الخرطوم، لا 6 شهور مكتمله، 6 شهور. هسي العده الجديده اللي قالها ياسر دي انا حراغبها وانتوا راغبوها، العده دي هتتخطى في الاحتياط بتاع الغايد، كل العده دي ولا هتشوفوا منها طلقه واحده برا، ولا طلقه واحده ما هتشوفوها برا، هيخطها كلها في احتياط القايد عشان انا وانت تتقفل علينا الدروب، وكل ما نصمت يجونا بدخله جديده. طيب يا سعادتك يا اخي المناطق اللي سحبت منها خليها، والمناطق اللي قلعوها منك الدعامه خليها، امن مناطق وجودك، مفروض احنا نأمن مناطق وجودنا. قاعدين نسمع انه في خطر على شندي، كل يوم نطلع نقول شندي فيها خطر، نهر النيل فيها خطر، تخيل الشعب السوداني بيرد علينا كيف، اللي هو جايين يغتصبوا ذاته بيقوموا بيعملوا لنا طابور سير جوا جوا شندي. يعني انا والله العظيم انا ما عارف، يعني الناس يقول لك صرفت يا اخي امبارح، ما الواحد يعني غلبته يعني، يعني يتعامل ليه طابور جوا شندي وهي مأمنة ليه؟ خطر شندي شنو؟ المصفى ما تمشي المصفى. تخيل احنا هسي دي كل يوم نتكلم والدعامة كل يوم بيجي بيشربوا قهوة في حجر العسل، كل يوم هسي سمعتوا بانه حجر العسل دي الجيش رفع عليكم منها صورة ما حيرفعها، سمعتوا حجر العسل دي الجيش عمل فيها ارتكاز متقدم ما حيعمل فيها، لأنه هو ما داري يأمن شندي، تأمين شندي ما بالطابور اللي بتلفوا بيه جوا الحلة، كلمتكم المرة فاتت يا مستنفرين، تأمين عطبرة ما بالطابور اللي بتلف بيه جوا عطبرة، عطبرة تأمينها في المصفى وفي قري، امشوا عليهم حاربوهم، ما تنتظروهم، لما تنتظروهم شوف 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 القاعدة دي الموضوع ده بسيط،
ما مشيت ليهن حيجوك. الناس اللي قاعده في شندي، الناس اللي قاعده في نهر النيل، قاعده في بورسودان، قاعده في كسلة، جيشكم ما مرق للدعامه ديل، الدعامه حيجوكم. اي كلام تاني اتقال في النص، ضربنا طيران، ضربنا ما عارف مدفع، ما مشيت ليهم، ما تحركت مشيت ليهم، حيجوك 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 في سنار، وحيجوك في كسلة، وحيجوك في بورسودان، وحيجوك في شندي، وحيجوك في اي حته حيجوك. اطلع امشي عليهم. هسه احنا الايام اللي فاتت دي، اسبوعين اللي فاتت دي، عندنا محاور مجمدة في مرحلة السكون، توجيهات السيد القائد العام حقنا يعني. قال الناس تسكن، ما في اي متحرك متحرك. لما احنا جينا اتكلمنا عن موضوع مسيرات جبت، مفروض السيد البرهان ادينا خطاب قافل، قال حتشوفوا في الايام الجايه دي. كل مره بقول لنا حتشوف، ليه تقول لنا حتشوف؟ انت زول مرقت من موت طوالي طوالي، تركب الهليكوبتر دي تقول للطيران ده كله مواقع تجمعات الدعم السريع تتبلى وتتحلى وتمشي لي الله. تعليمات واضحه، تستغل الالتفاف الشعبي حولك. حسي انا امبارح ماف والليله جيت، عملت شنو هسي في موضوع التفافكم حول البرهان؟ ولا شيء. هو استفاد من التفافكم حوله في شنو؟ ولا حاجه، ولا حاجه. ما عملت شنو يعني؟ الموضوع انتهى. الموضوع ده انت اللي لقيت الالتفاف والتأييد ده بتاع لنا التعبئه، دارين نقتل القائد حقنا رئيس الدوله، طاردوه وماتوا في بسببها ناس تانيين ابرياء. ما في حاجه، احنا حنعمل لهم، حنوريهم، حنمشي لاي دعام في حتته. ما عارف اهو الخطاب المحفوظ ده يعني، لو جبت جانا عمره سنتين حافظه نفسه، ما بغير فيه حاجه. كل مره لكن ممكن يضيف حاجه كل 3 شهور يعني. حميتي ده قال اسمه في الموضوع ده، مره قال اراجوز في جبهه دي ذاتها، مره قال اراجوز بتسمعوا في الاراجوز، والتاني ايه قال له راسك الكبير المربع ده انا بساوي لك، ما قاعد يقولوا ذاته. فدي الناس قاموا احتفوا بها كده، واحنا احتفينا بها ونزلنا السيد القائد العام قالوا بتاع 3 يوم انت ما عملت حاجه خلاص يعني. نفس العمليه بتاعت الدول الوظيفيه. هسه اغتيال القائد المؤثر ده في ايران، قاموا الامريكان طوال عملوا لك الدراما، نتوقع ضربه من ايران. ايران تضرب شنو؟ ايران علاقتها شنو تضرب اسرائيل؟ ما لانه الصاروخ جاي من اسرائيل. عرفت كيف جاي من اسرائيل؟ ايران طلعت تحقيقه، ما زي 1,000,000 قائد قتلوا لهم في ايران. ايران دي ما اسرائيل ذاتها، ايران دي ما امريكا يا اخوانا. ما تسمع الدراما، قاعد اشرح واقول تركيا، تركيا دي اكبر دراما في الكوكب، اردوغان ده اكبر دراما في الكوكب كلهم والله. ويجي يقول لك اعلنوا الحداد، ده اكبر دراما، ده الاستانه، موقع الماسونيه ذاته الاستانه دي. تركيا هي قلب العالم تحديدا، ما فرط فيها الشيطان والله العظيم. ما ماسوني من الدرجه 33,000 اقسم بالله تركيا دي ما تحكمها لو انت كاتب المصحف ده بيدك، اقسم بالله ما تحكمها. كله تمثيل ودراما، وكله لف ودوران، وكله يعني تمهيد للحاجات الكبيرة. إذا إحنا قدام عيننا بنشوف، قدام عيننا بنشوف جيشنا بينسحب وما بيرجع، وما قادرين نجد تفسير، ولا القوات المسلحة جوا قادرة تفسير، ولا في زول قادر يعمل حاجة، ده مش حس تكبيل من الشيطان ذاته؟ حس انتوا تفسيركم شنو انه الجيش ما رجع سنجا؟ تفسيركم شنو انه الجيش خلى الدندر؟ تفسيركم شنو انه الجيش ما رجع حمى السوكي؟ تفسيركم شنو؟ تفسيركم شنو انه ما قادرين تحموا شندي؟ شندي حمايته في الجيلي، كل مره يعملوا له طابور بتاع سير، كل مره طابور سير، كل مره طابور سير. يا حبيبنا امشي الجيلي او امشي حجر العسل، انا غير كده ما بتفاهم، غير كده ما بتفاهم. الجيش اللي في الشارع ما تقول لي قائد، انا تاني ما حخاطبك بعرضك، ولا حخاطبك بمرتك، ولا حخاطبك بارواح الشعب السوداني، انا ما حخاطبك تاني يا جيش الشارع. لكن بقول لك الانتصار شكله كده. هسي في كل المحاور دي متحرك المحور بتاع شبابنا المقاتلين ديل في مدرمان،
ودي بقت عمليات روتينية طلعت من موقع العمليات العسكرية الحربية، شغالين نظافة وتطهير في مدرمان. ده إنجاز كبير، كل الجيش حسي واقف في إنجازات المقاتلين اللي امبارح دي في المهندسين والطريق إلى صالحة، لكن انفتاح عديل وجيش ينزل ويمشي لحد صالحة ما منتظرين بس الشباب ده. كل مرة بننقص مننا شهداء فيهم، كل مرة المجموعة دي بنقدم فيها خيرة الرجال. الجيش واقف حسي ما في حاجة، لكن طلع خليفة دنقر قال لنا لا الجيش متحرك في المناقل والخياري، ما وصل مدني. اي ده حركة بتفسحوا بفكوا في رجلينهم بس مع الجو الجميل ده. قال لنا اعمل لكم طلعة وتعالوا، عمل الخاص شغال كتامي، ما في حاجة اسمها كتامي تاني، ده كلام فاضي سي، انا ما بسمعه. انت يا جيش هتقعد تنسحب لوين؟ خطتك احنا المدنيين عندنا فرص انه نهرب من الدعم السريع اساسا، لانه احنا ما مقيدين بمعسكر ولا بتعليمات جيش. الجياشي ما بيقدر يهرب قبل دخول الدعم السريع، لانه لو فكر يهرب قبل الدعم السريع في استخبارات بترصده، في ستيك بيرصده، بيقول لو انت طابور بصفه. الجياش ما بيقدر، لكن الجياش فرصته يهرب بتين بعملية الانسحاب. انتوا طبقتوا كل الحتات اللي ممكن تنسحب فيها، جيتوا حاصرتوا روحكم في سنار ومحاصرين من 5 اتجاهات وقاعدين منتظرين العدو يجيكم. تاني هتمشي وين؟ المدني ممكن اسمع بالدعم السريع، اركب عربيته ويبقى مارق معاه ومرته ومعاه اطفاله بالقلم الراقه بيمرق. انت ما عندك حته تمرق يا عسكري، دار تنسحب لحد وين؟ هسي طبعا عينكم كلها بتكون في بورسودان يا جيش، تنسحبوا وتمشوا بورسودان، لكن تصلوها كيف؟ انتوا هتصلوا بورسودان كيف؟ ما عندكم سكه، يعني هسي لو قررتوا تنسحبوا من سنار ما عندك سكه. الموضوع ده بسيط، اركب الزلط امشي جبل مويه بلا الدعامه، بتريح روحك في سنار، بتريح روحك في السوكي، وبتريح روحك. الدراما اللي بيعملوها برضو مقاتلين من الجيش، يمشي يصور لي جنب جبل دود ويصور لي جنب عربيه محروقه، انا لحد ما داري انها تاني، لانه انتوا العمليه دي بتعمل عمليه عكسيه، بتحرك المواطن بتخليه يفقد ثقته في القوات المسلحه ويبدا يفكر في حلول تانيه. التفاوض، نتكلم عن فيديو المطار سريع. الناس ما عارفة انه احنا مسيطرين على مطار الخرطوم بالمناسبة، في مساحات مطار الخرطوم ما في دعامة قاعدين، والموضوع ده ما الفيديو طلع ولا امبارح ولا قبليه، الموضوع ده له فترة طويلة جدا، لكن القيادة العامة والجيش ما حيكلمكم، يعني ما حيكلمكم ان احنا والله المطار ده عندنا فيه ارتكازات عديل بالمناسبة وخدمة، والله العظيم شفتوهم ده الخدمة، لكن الجيش ما حيكلمك اصلا. حتة انه انت قربت ترجع وحترجع ده ما حيقول لك الجيش، هو مسيطر على مطار الخرطوم. الدعم السريع مسيطر على مساحات مطار الخرطوم، بل قناصة في مساحات بعيدة. احنا قاعدين 17 شهر ما عندنا مفرزات بتمشي حي الصفا، العمارات الفاتحة في المطار من حي الصفا دي فيها قناصة قاعدين فيها دعامة. الموضوع ده بسيط، 3 قناصة مثبتين الجيش ده كله. امسك العماره الفلانيه نزلها، والعماره الفلانيه نزلها، والعماره الفلانيه نزلها، الجنب بتاع الحي الصفا انتهى الموضوع. لكن مساحه المطار دي ما فيها دعامه، دي حقه الجيش بالمناسبه، بس ما حيكلمكم، حتبقى له عبء شعبي انه اسمع انتم مسيطرين على المطار، بعدين احنا نرجع الخرطوم، ما تتفكوا يا اخي تمشوا بري، ما تتفكوا يا اخي تنطلقوا شارع النيل، بيشوفون بيمشوا شارع النيل وبرجعوا. تبادل الخدمة مع الدعامة، يعني ما تقعد في شارع النيل. طيب قول لي يا اخي انا قاعد في شارع النيل خلاص بقى بتاعنا، ما تقعدوا. السوق العربي ده مليان قناصة بالمناسبة، عارفين انه يا اخي امسحوه كله من الواطة يا اخي، امسحوه حقنا احنا وامسحوه ما حق الدعامة، امسحوه وانطلقوا وافتحوا الباب وخلاص انتهى الموضوع. احنا الموضوع ده هياخد كم يعني بخطة الجيش الماشية دي؟ ظهر فيديو قبل شوية لمتحرك 50 عربية كده، قالوا طالعين من شندي، طالعين من المصفى ماشيين شندي،
ظهر الفيديو بتاع الأقمار الصناعية تجمع العربات، وفيه دقيقة ونص كده بيتكلم فيها ضابط بيشرح في الموقف، ما عنده أخلاق يشغله ذاته. يبقى السؤال هنا، ظهرت في صفحات داعم القوات المسلحة ومصادر موثوقة إنه تمت ضربة القوة دي، وينو الفيديوهات حقت القوة ضربت القوة دي؟ مصورة بالنهار شمس فوق، لما طلعت المعلومة بتاعت إن القوة ضربت طلعت الساعة 9 بالليل، دي فرق كام ساعة؟ وما شفت لي فيديو، ولا شفت لي عربية محروقة، ولا شفت لي أي حاجة محروقة. لكن قالوا إن الموضوع ده رئيس هيئة الأركان مثبت الطيران. هنا بيبقى الخلل بتاع الجيش، الفيديو ده مصور بمسيرة ومصور من غرفة القيادة بتاعت كيرري، أقرب قيادة ليها سيطرة كيرري. كيرري فيها مدافع بعيدة المدى ومدفعية ذكية وموجهة، الهدف الحي بتعليمات الجيش، ما بتنتظر تعليمات ترفع. شفتهم متحركين، طوالب توزن مدفعك بتدلهم، مسيرة صورتهم وعدتهم وشافتهم وورتك ليهم. منتظر محمد عثمان الحسين يقول لكم شنو؟ كما كنت منتظرين كما كنت محمد عثمان الحسين لحد ما الخمسين عربية تصل شندي، بعدين نجي نرمي الموضوع في رئيس هيئة الأركان. ما هو طابور موضوعه ينتهي، ما موضوع منتهي اصلا، طابور ما خلاص انتهينا منه. الزول الماسك القيادة والغرفة بتاعت القيادة والسيطرة، اهلك مرتك اعراض الشعب السوداني بتنتظر محمد عثمان الحسين يديك الاجابة. ما تعليماتك الهدف الحي، الصورة دي كان المفروض يبلها، ما بليتوها ليه؟ ما بليتوها ليه؟ عشان نجي بعدين نقول والله البرهان ما ادى تعليمات، ما بليتوها ليه؟ ما هدف حي؟ لماذا؟ لماذا 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 العربات دي كانت متجمعة وبدأت تتحرك؟ المسافة بتاعت تجمعها في الفيديو ما ظاهرة، ما ممكن تتلم ومشت في خط واحد. لمتها دي أقل حاجة بكون قاعد لها ساعتين ثلاثة، عشان ما نظلمكم نص ساعة. ما شفتوها ليه؟ ما اتعاملتوا معاها بالمدفعية الموجهة؟ وين الخطاب المشي لمحمد عثمان الحسين والإشارة المشت له؟ سجلوها، سجلوا الكلام ده، سجلوا إنكم رفعتوا الجهاز ضربته لمحمد عثمان الحسين ورفعتوا له الفيديو بتاع المسيرة، وانه في 50 عربية طالعة من قري وماشية شندي، لكن هو ما تعامل معه. سجلوا الكلام ده بعدين بيمرقكم، اي اتصال ده سجلوه، دخلوا معاكم اجهزة بتاع التسجيل عديل، تلفونات ممنوع دخل جهاز تسجيل، لازم الناس يدانوا. ما يبقى بعدين احنا حقنا ضايع ومحمد عثمان الحسين ذهب الى مالطا، البرهان ذهب الى نيروبي. لا لا، ما في كلام زي ده. الحاجات الخطيره زي دي يا اخواننا لازم جوه تنظف الجيش، لازم يعرفوا انه في عيون بتراقبهم، لازم يعرفوا انه والله العظيم حيدفعوا ثمن الحاجه اللي بيعملوا فيها. اهم شيء انه احنا الغلط ما حنمشي فيه اكتر من كده، يعني اللي بنعمل فيه ده كله. انت قايل يا برهان في ناس بتطلع كلام عن انه مثلا في مناطق المتعاونين، في المتعاونين دول مالون مواطنين، بعدين انت الكاك الاخضر اتاخر عليهم، المواطن بقى طابور. ده دي احنا المدنيين عندنا طابور بالالاف، وتسبب في موت وانسحاب القوات المسلحه واطاله امد الحرب، احنا كمدنيين بنعترف. لكن الجيش يا برهان، عمليه اطاله الامد بتاع الحرب دي بتخلق شنو؟ بتخلق طابور جوا القوات المسلحة. هل الطابور ده حيوالي الدعم السريع؟ أبدا. هل الطابور ده حيتمرد على الجيش ويطلع يقاتل عشان المواطن؟ لا، ده طابور جديد، نوع جديد من الطابور اللي هو مخالفة التعليمات الصامتة. أنا شايف الهدف، رفعت لك الصورة الساعة 5 صباحا، الهدف متحرك 5 صباحا، أنا أرفع لك الصورة الساعة 11 بالليل عادي. ما انا عارف ان محمد عثمان الحسين ما هيتحرك، انا هرفع المعلومه لكن هرفعها بعد 12 ساعه، هتعمل لي شنو؟ ولا اي حاجه. زي ما انت بتتواكد علي محمد عثمان الحسين والبرهان، انا ذاتي بتواكد عليك. ده الطابور اللي ممكن يتخلق جوه الجيش. ما كل يوم الناس بيرفعوا التقارير، وكل يوم الناس بيرفعوا لك هسي دي هسي دي، وانا بتكلم معاكم الجيش رافع في متحركات يا سعادتك يا برهان. امبارح واول امبارح كل التقارير بتمشي للبرهان، بعد ده المفروض نتحرك. البرهان بيرد بيقول شنو انتوا قايلين؟
بيقول لنا العيال المفروض نتحرك، بيمشي البيت بيرقد هنا. هاي العيال المفروض نتحرك؟ لا لا بعد ده خلاص يا هاي جهزوها، بس خلوها في الجاهزية، هاي كلكم في التيتك ويدك في التيتك، هاي بيمشي بيرقد بينهم. بيجي بكرة تاني بيكتبوا نفس التقرير، قادة المتحركات، المجاهدين، المستنفرين، المقاومة الشعبية، هيئة العمليات، أي زول بيكتب، الجيش نفسه في الميدان، الاستخبارات، الاستيك، الناس قاعدة ترصد، بترفع التقارير. آه لا لا خلاص بعده، لا لا خلاص. الكلمة اللي قالها أيوب دي هي اللي بتوريك المعركة كان شكلها كيف. أيوب قال له يا صبيرة بعد ده المفروض نتحرك، يا صبيرة صور الموضوع ده أيوب، وده كان سبب يعني عداء لأيوب، وكادتهم في أيوب، عدم التحرك، ما بنقول اغتيال، لكن عملية انه ما تحرك. صبير الليلة رجوه بقوه فريق، عشان عمل شنو صبير مدير الاستخبارات بده فريق؟ يعني انجازاته شنو يعني؟ لا مرق المواطن من سنجة معلومته ناقصة، ولا عرف انه في جيش جاي داخل سنجة معلومته ناقصة، ولا التقارير اللي اترفعت له وتعامل معاها القوة الجاية داخل سنجة. المرجفي شنو انت؟ يعني مدي فريق في شنو يعني؟ كفاءته شنو يعني؟ كفاءة القوات المسلحة وقادة القوات المسلحة. الإنجازات، إنجازاتكم شنو في 17 شهر؟ يجيك واحد زي الججة يسقط له سنجة، يجيك واحد زي البيشي يسقط الدندر والسوكي، أنت عامل لي 60 دبورة في راسك، وبعد ده كله تقول لي رقيته عشان أنجز. الكفاءة اللي أنجزها شنو؟ ما بتقدر، لا تستطيع. احنا قلنا قبل كده الشيطان عنده نفرين في السودان، عنده الدعم السريع اللي بيثير الخراب، والجيش اللي بيحافظ على الفوضى. الجيش ده حسي بقى محافظ على الفوضى، سكون بس بيثبت، ما تتحرك يا استنفار، ما تتحرك يا مقاومة، ما تتحرك يا تسليح، ما تدي، اقعدوا بس كده، خلوا الدعامة ديل يمشوا. شايفين انهم ماشيين شندي؟ لا لا، ما في زول داير يسألهم، ما قاعدين في الجيل هيمشوا وين يعني؟ يعني هم قاعدين في الجيل، انت راجعون هيمشوا وين في النهاية؟ ما مشيت لهم في الجيل هيجوك في شندي، ما مشيت لهم في الجيل هيجوك في الدامر، ما مشيت لهم في الجيل هيجوك في بورسودان، انت شايفهم خلاص، لا راجع عدة قديمة لا عدة جديدة. هسه دخل السوق ديل القناصة الماسكة البيشي دي عدة جديدة، انت ما عندك زيها؟ ما داير بالعدة الجديدة للدعامة تعمل بها شنو يعني؟ ما هو ده الثنائي والرباعي، السنة كلها شابكين العدة جات، العدة جات، بتجيبوا في شنو انتوا؟ ما في ثنائي وفي رباعي، ما هو الدعامة عنده شنو تاني؟ عنده شنو تاني الدعامي؟ عشان انتظر عدة جديدة. عندكم قمر صناعي، حسي عندكم قمر صناعي، الدعامة ما عندهم قمر صناعي. طلع علينا المجنون بتاع الحركة الشعبية ده قال دي حريب أقمار صناعية. أمال حريب شنو يعني؟ يعني انت قايلها حريب شنو؟ يعني ما فاهم ده شنو ده؟ جابوه من وين ده ذاته؟ قال بيطبل للجيش يعني، بيبرر للجيش، وهو هو مصاب من الدعم السريع وفز وعرض. ما كانت تنتظر مناطق سيطرة الجيش دي؟ ما كان انت ذاتك تقعد يا محمد هاشم الحكيم ده، ولا محمد منو بتاع الحركة الشعبية ده، مش الشيخ محمد هاشم الحكيم لك العتبة، ما كانت تنتظر؟ طيب انت ما قلت الجيش عمل استراتيجيه، والانسحاب ده استراتيجيه وتكتيك عسكري، وبتاعين اللايفاتيه المدنيين ما فاهمين، ما كانت تقعد؟ طيب انت ما مشيت لحد ما مرقت في سنار، ما كانت تنتظر؟ انت قاعد في سنار حسي ولا بر السودان؟ مركت مالك؟ ما كانت تنتظر تكتيك الجيش؟ طيب قال دي الدعم السريع بيقتل ويغتصب المدنيين استفزاز للجيش عشان يجروا لمعركة الأغمار الصناعية. طيب ما تنتظر، خلي الدعم السريع ده كان يستفزك تاني، ما كان ترجعوا؟ ولا هي شوية بزرميط على شوية بطيخ على شوية هربدة، أي بتنجان في أي حلة، بس اي كلام فارغ تلاقي الواحد يجي يقوله، وبعدين يدخل فيها انه يقول لك اصل لو كان جاي سمع كلام المدنيين اللايفاتيه اللي عاملين فيها فاهمين. لا انت الفاهم ما كان ترجع. طيب هم ضربوك واصابوك وقطعوا لك رجلك ويدك، كانت تنتظروا نعملوا العمليه الثالثه، انت عارفها، كانت يرجعون عشان تيجي تقول بعد ذاك استفزاز، كانت تجربها في روحك، مالك فزيت من الكلاكله انت، ما كانت تنتظر لمن الدعامه يجوك في بيتك في الكلاكله عشان تعرفون دي استفزاز ولا ما استفزاز، ولا انت روحك غالي والباقيين ما عندهم قيمه، يموتوا المواطنين انت مسميها استفزاز. روح واحده الله سبحانه وتعالى قال فيها الكون ده كله يزول، روح واحده
انت تيجي تقول لي دي يا اخي والله الجيش ما مفروض يلتفت للاستفزاز، مرقوا مواطنين ثلاثة مدن، ثلاثة مدن طردون في الشارع، اغتصبون واختطفون وباعون في الكاميرون، ده استفزاز للجيش والجيش ما دار يتحرك. بحركوا شنو تاني الجيش؟ لانه دي معركة غمور صناعي، هو طاح يجيب لك كائنات فضائية تحاربك؟ ما هم الدعامة ذاته كان جوك بقمر صناعي ولا كان جوك بتلفون سورية؟ ما هم هون الدعامة ذاته بيفرق شنو يعني؟ ما ترجعون، ما ترجعون ولا تلف تجيهم. الناس الصادقة في المعركة دي والواقفة عشان قضية والواقفة عشان اخواننا، هو دي المعركة قدامكم والدعامة قدامكم يا ابو معسكراتكم، دي قادتكم. اما احنا التبرير والكلام الفطير ده ما بقسم معاه. تقوم يا جيش تشتغل شغلك الواضح، احنا دارينك انت تتقدم، دارينك انت تقاتل، دارينك انت تحرر وتعلن الحتة. المسألة بتاعت نفس الطويل، نفس الطويل انت قاعد في المعسكر مرتاح، انت قاعد في المعسكر مرتاح، البر ده بيعاني، البر ده مشرد، البر ده مضايق، الناس بقت خلاص كاتمان. يعني انا مثلا اللواء دي عثمان عمليات، واحد خريج الكلية الحربية يقود المعركة دي كلها، حتى هيئة اركانه زعماء قبائل او نهابين او قطاعين طرق زي جلحة بيشي كيكل، دي ما ناس خريجين كلية حربية ولا تعلموا على يد اساطين المعارك ولا كهنة القوات المسلحة. ها؟ لماذا ينجح ضباط الجيش؟ حسي الولد سفيان النغيب ده ناجح ولا ما ناجح بقياسات المعركة؟ ناجح ولا ما ناجح؟ ضابط عسكري بتاع جيش ناجح ولا ما ناجح؟ ناجح ليه ناجح؟ نغيب بنشوفه في شارع الستين بكرة الصباح بيقولوا والله يا أخي الجيش دخل مدني، بيمشي بيصور لنا مدني بيقول لنا ما دخلوا. موضوع انه ظهر وصل مدني ودخل مدني وتصور، ده ما دي ما دي دي, دي ما الغايه. هو وصل من الخرطوم وصل مدني كيف؟ دي الغايه هنا المفروض يتساءل فيها الجيش ويسال فيها روحه. ليه ضباطنا بتاعين الجيش وهم جوا الجيش ما بينجحوا؟ ليه كل العمليات حقتهم انسحاب وفشل وتسليم وسقوط وكمين، وقعنا في كمين وقعنا في كمين، ليه؟ لما نمشي هناك الدعم السريع بينجحوا ليه؟ بينجح ليه يا برهان؟ لانه في الدعم السريع ما انت ما في، انت في الدعم السريع انت ما في، في الدعم السريع ما في محمد عثمان الحسين ابراس المربع. الدعم السريع بكل الخطط بتاعتهم نتحرك، كل الخطط بتاعتهم نستلم، كل الخطط بتاعتهم نحتل، انتوا خططكم كلها نتراجع ننسحب نخندق نسكن نمركز نتراجع نسلم. انت ده كلها خطتكم اللي شغالين بقى، دي كلها خطتكم باختصار. يعني اي زول يفتح خشمه في الجيش ضابط يقول والله يا اخي اسمع في خطأ في الحتة الفلانية امر تحرك وديه عبره، اي زول في الجيش يقول والله انا حخالف تعليمات بيخلوك تمشي بكرة صباح بيودوك، انت ذاتك بتمشي، كل القوى اللي معاك بتمشي. احنا شفنا الجيش لما يخالف تعليمات بيقدر يغير دولة، وشفنا الجيش لما يبدأ يكون عنده عزيمة واصرار. انا ما دارك انت تخالف تعليمات سنة كاملة، انا ما دارك انت تخالف تعليمات بالزمن، انا ما دارك تخالف تعليمات، انا دارك تخالف تعليمات بالمهمة. يا اخواننا هديك مدني دارين نخشها، بعد ما نخشها خلي البرهان يفتح خشمه، خلي محمد عثمان الحسين يفتح خشمه، خلي كباش يفتح خشمه، خلي ياسر عطا يفتح خشمه، ديك مدني بالليل ما دارين تعليمات. انتوا يا اخواننا تمشوا بالجنبة الغربية واحنا نجي بالجنبة الشرقية، نمشي نحرر مدني، ما حنمشي نشتبك ونمشط زي الدندر اللي عملتوها لنا الدراما. ما بتخجلوا؟ ما بتخجلوا؟ الدراما اللي عملتوها بتاعت الدندر الاسبوع اللي فات دي ما بتخجلوا فيها؟ تخشوا وتقول لي يا اخي عملنا عملية نوعية وجينا راجعين، بلا نوعية بلا خرابيط معاك؟ الدعامة قاعد في الدندر ولا ما قاعد في الدندر؟ امشوا الدندر دي طلعوا الدعامة ديل الشارع، اركب شارع الزلط ده، اركب شارع الزلط حسي الزلط كمان الشيل بيجي يسيله،
ولا وش السيل، السيل بقى يشيله. شارع الزلط ده ذاته اخر مخرج ليكم بقى يتقطع، انتوا ذاتكم كده هتتحاصروا في حتات والله المرقة تغلب. افتحوا ليكم جبهة قتالية، الدعم السريع كله مرتكز قاعد في سنجة وقاعد في سنار وقاعد محاصر هناك بابنوسة وقاعد محاصر الفاشر. الخرطوم فاضية، ابراز المربع ده تلفزيون 88 بوصة ده ما جاته خطة انه يفتح الباب بتاع القيادة، الله ما فتح عليه ذاته، لا قراها لا قروها ليه، لا شافها في فيلم، لا شافها في، لا بيسمع لايف، لا بيسمع تخطيط ناشطين، لا بيسمع استراتيجية في التلفزيون. قاعد بس يقول لك بكل الموضوع ده، اسمع جونا في الصافية وضيقوا علينا في الإشارة، خلاص تعالوا خندقوا هنا، ضيقوا علينا في السوق العربي، ضيقوها في حي الصفا، ضيقوها في السي خرطوم 3، خلاص تعالوا نرجع هنا. ده كل الموضوع ده لما في النهاية يوديكم كله كله، يلا لما في النهاية يوديكم كله كله، يلا خيرة القوات المسلحة الآن محاصرة في سنار، محاصرة في القيادة العامة، محاصرة في سلاح الإشارة. لا قدر الله الدعم السريع ده جاب لي سلاح نووي، انتوا خلاص كده الجيش انتهى. الجيش انتهى في معركة ولا الجيش انتهى مات في خناتكو؟ دي هنا بعدين فيها حسابات. بالمناسبة موضوع انك ذاته شهيد ده احنا بنراجعه، قاعد في حتتك ما تطلع له. كتبوا ليكم التولي يوم الزحف بيتكلموا في منو ارتضيت بنفسك بإرادتك تلبس الكاكي ده، تم الكاكي لحد النهاية، تم الجيش زي ما قال الكتاب، تم الجيش زي ما قال الكتاب. تفلسف كثيرة ما دارينا، طبق كتاب الجيش ده بس. مهاجمين الليلة احنا ماشيين الدندر ماشيين نستلمه، مش لانه العدو عمل لي التفاف. ملوك الاهزار جونا بكوبري العزب، ما عارف جونا داخلين بمتحرك ود المويه، جونا بجبل الدود، بس ملوك الاهزار اللي التفوا جونا. المعرف التيتك بتاع الدوشكا، اوه اسمع هوي الدراما الكثيره دي، اقسم بالله العظيم احنا يعني وصلنا فيها لحد. لا هنقول لكم تمشوا جنيف ولا بتسمعوا مننا، والدار يمشي جنيف اركب طيارته ما يجينا راجع، الدار يمشي يقعد في مصر يمشي اركب طيارته ما يجينا راجع. بعد احنا حنعرف انه احنا المتمرد حسابه براو، والمتعاون حسابه براو، والخاين حسابه براو، لانه ما في مبرر حسي للي بيحصل الان في السودان، ما في مبرر للي بيحصل في المعركة العسكرية دي. يا بتاعين الاستخبارات اللي بتحضروا اللايف وترفعوا تقارير، يا بتاع مكتب البرهان والبرهان ذاته، يا ياسر يا عطا يا اللي بتسمع في اللايف، اسمعني هنا. اذا كانت عقيدتك انتصار بتنتصر، اذا كانت عقيدتك حاجة غير كده يا هود اللي بيحصل. كفاءتكم وخططكم العسكرية افتحوا الابواب دي، اي زول ادوه 8 مرتبه الحربي وخلونا نتوكل. انتوا السنة كلها قاعدين راصدين الصالحة دي، حافظيننا شارع شارع بيت بيت زقاق زقاق لغم لغم. اتفضل امشي الصالحة، اتفضل افتح الباب امشي الصالحة، لكن احنا منتظرين جيشنا كله في السلة الصادقة اللي بتقاتل الان في المهندسين. 40 نفر ما تامين، لما نخلص المهندسين يخشوا الصالحة وديلك قاعدين، والبرهان يطلع يشبكنا ليك ما عارف الاستعداء والاعتداء والميتين. ولن نذهب الى جدة ولن نذهب الى فوضى، لن نذهب. كيف بتنسحب ليه وقت؟ لن نذهب. بتديهم كروت بتاع الضغط علينا ليه؟ املص الكاكي بتاع الدعم السريع ده واشتغل جيش يا برهان. مش اليوم ده جيتنا بتيشيرت ما نعرفك، انت لابس كاكي ده بنسري ده مع كاكي بتاع ده، هسه 3 يوم انت بقالين انك دارك تلوك ما تعرف فكلك طلقه واحده. الدعامه انتقموا للبيشي، زحفوا مواطنين السوكي لحد القضارف، بس البيش اللي ما بيسوى حاجه ده، البيش اللي ما بيسوى حاجه انتقموا له موته، سقطوا السوكي بانسحابكم ومشوا جوها تاني يوم، وقتلوا قواتنا القاعده هناك المعزوله اللي ما وصل امداد، ورفضت القياده انه امداد يمشي. حس اليوم ذاك الكلام بتاع انه القوه اللي وصلت لحد الدين بنرجعها تاني،
القياده العسكريه رجعتها. والله العظيم انا تاني حاجه افتكم، بس ما عندي لكم حاجه. فلان الفلاني الماسكه المتحركه الفلاني ادى تعليمات بالتعليمات الساعه كده يرجع القوه، وحياه الله في السودان ده ما تقعد تاني، وحياه الله في السودان ما تقعد. المواطنين في شندي، خطة إسقاط شندي مكتملة، القوة اللي بتسقط شندي قاعدة جوا، والإعداد والإمداد حقها قاعد في الجيلي. الجيش بعدين حينسحب، ما حينسحب دليل انسحابه إنه ما مشي الجيلي، بس خلاص بس خلاص. من امبارح يكتبوا لنا يقول لنا دعواتكم جيشكم يخوض معركة الخياري، كوبري الخياري. قلت الكوبري ده ما قاعد في يده كله 8 شهور، شنو كوبري خياري وما خياري يا زول؟ معركة بتاعت الجزيرة في مدني، معركة وسط السودان، شرق السودان، شمال السودان في الجيلي، معركة غرب السودان، جنوب السودان في جبل موية. مشيت مرحب، ما مشيت قاعد تسلم فيه. بس باختصار كده، ما تعملوا لنا الدراما الكتيرة دي.